970، أول براند فلسطيني متخصص في الملابس للصبايا والشباب بصبغة عصرية. هذا البراند سميناه 970 بناء على رمز الاتصال الدولي بدولة فلسطين، عشان هيك إجا الاسم 970. قمصان، تيشرتات، بولو شيرت، جاكيتات، بلاطين، فساتين بتاتشات تطريز فلسطيني بطريقة عصرية. احنا عملنا بعض التصاميم الخفيفة اللي بتعطي شوية رمزية لهويتنا الفلسطينية بس بطريقة حديثة. استعملنا برمزيتنا وكوفيتنا اللي بنفتخر فيها بعض الموديلات، العلم، النسر الفلسطيني، التطريز الفلسطيني بكل ألوانه وبكل أشكاله. بدنا إشي إحنا كفلسطينية، ومش بس فلسطينية، كمان في كمان بعض الشعوب العربية اللي بتحب وبتأمن بقضيتنا الفلسطينية تلبس هذا الإشي وتتحالى فيه وتكون فخورة فيه. عشان هيك سمينا الشعار تبعنا تأنقوا بفخر. وهينا عم نشتغل كمان مع مشاغل في نابلس، يعني رائعين جدا، راح نشتغل على عينات كمان قريبا اللي نصير احنا ندعم كمان المشاغل والمصانع المحلية. انا كان شغلي بالعلاقات العامة والتسويق والإدارة الحدث ل 12 سنة، يعني كان عندي حلم من 4-5 سنوات انه يكون عندنا براند فلسطيني نفتخر فيه بكل مكان بالعالم مش بس بفلسطين. فضل عندي هذا الحلم انه انا بدي اتميز بإشي معين اللي انا وصله لكل الناس بكل العالم، وخصوصا احنا هلا بعصر التكنولوجيا وتسارع التكنولوجيا في موضوع الإي كوميرس، هي التجارة الإلكترونية. حلو يكون عندنا بلاتفورم للتجارة الإلكترونية اللي نوصل لكل بيت بالعالم بخلال التسوق من هذا الموقع الإلكتروني. موضوع الجائحة كورونا سرعت في موضوع البزنس الأونلاين بالتسوق الإلكتروني، هاي ساعدت الأزمة إنه كمان نقدر نوصل للناس أسرع، لأن ثقافة الناس في موضوع التجارة الإلكترونية عم تتحسن بطريقة كتير وفي عليها طلب كتير. كمان إحنا نسعى ومنحلم وإن شاء الله بتحقق الحلم إنه يكون عنا ستور في كل مطار بالعالم من ضمن هالبراندات العالمية، يكون في 970 موجودة في كل مطار بالعالم.